وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من عمان الدكتور نبيل العتوم المختص في الشأن الإيراني. مساء الخير سيد نبيل، لعل ما حدث بالأمس من قيام التمرد الحوثي الإيراني بإطلاق صواريخ باتجاه السعودية أكبر دليل على استمرار سياسة النظام الإيراني في زعزعة الأمن والاستقرار في دول المنطقة، ما هو تعليقك بخصوص هذا الشأن؟ شكرا جزيلا لك. لا شك أن هذا التصعيد الخطير يمثل يعني مرحلة جديدة من المراحل التي تسعى فيها إيران للعدوان على الدول العربية. الآن أخي العزيز، كما تعلم أن إيران قد زودت الحوثيين بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى، وكانت وسائل الإعلام الإيرانية تهدد كل فترة بقرب سقوط هذه الصواريخ على الرياض وعلى أبو ظبي وغيرها من الدول العربية. هذا اعتداء صريح على الأمة العربية وعلى دول مجلس التعاون العربي. نحن نتحدث عن أكثر من 104 صواريخ تم إطلاقها على المملكة العربية السعودية. ثلاثة من هذه الصواريخ تم استهداف مكة المكرمة بأقدس مكان وأطهر بقعة على الكرة الأرضية، وهذا يعطي تصور واضح حول طبيعة السياسة الإيرانية. طبيعة السياسة الإيرانية التوسعية التي تسعى إلى سياسة خلط الأوراق، استنزاف قدرات المنطقة وإدخالها في أتون صراع طائفي ومذهبي. أنا أعتقد أنه هذا يستدعي من الدول الإقليمية والدول الكبرى ضرورة التدخل لوقف هذا العدوان الإيراني. لا أحد يصدق أن هذه الميليشيات الحوثية التي تعيش في الكهوف في جبال صعدة تستطيع أن تطور مثل هذه الصواريخ. لابد كذلك من محاصرة، دعني أسميه الوجود الإيراني المتعاظم الذي يسعى إلى تصدير هذه الأسلحة الفتاكة برا وبحرا وجوا للأجواء اليمنية. لابد من تدخل مجلس الأمن الدولي لوضع أمام مسؤولياته، وهذا أيضا يستدعي أيضا جهد دولي لمحاولة وقف البرنامج الصاروخي الإيراني الذي بات لا يهدد فقط الأمن الإقليمي بل الأمن العالمي، ويزود بها النظام الإيراني مخالبه وأدواته في المنطقة للاعتداء. نعم سيد نبيل، في إطار هذا التصعيد من وجهة نظرك كيف من الممكن التعامل بشكل جماعي مع هذه الميليشيات ومن ورائها إيران، خصوصا وأن مثل هذه الانتهاكات مستمرة بل وفي ازدياد؟ أنا أعتقد أنه هذا يأتي وفق مجموعة من السياقات. السياق الأول هو القانون الدولي من خلال ضرورة اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي دعني أسميه تعديل القرارات الصادرة بشأن الأزمة اليمنية من ناحية، ضرورة إدخال أيضا الدول التي تقوم بتهريب هذه الأسلحة وبالذات البرنامج ذات الصواريخ إلى مداخل الأزمات الإقليمية، لا سيما أن إيران تمارس سياسة يعني سميها سياسة عدوانية لمحاولة تهريب مثل هذه الأسلحة إلى مدخل الأزمة اليمنية، إلى الأزمة السورية، إلى الأزمة اللبنانية. الجانب الثالث ضرورة وجود إجماع دولي خاصة من جانب القوى العظمى والدول الضامنة للاتفاق النووي. إيران استغلت الاتفاق النووي مع مجموعة 5+1 والقرار الدولي 22-31 فيما يتعلق بخرق هذا الاتفاق من خلال تصدير الصواريخ والإرهاب ورعاية الإرهاب ومحاولة زعزعة الأمن الإقليمي والأمن العالمي. لا شك أيضا أن هنالك ينبغي اجتماع عاجل لوزراء خارجية الدول العربية، وزراء خارجية دول المؤتمر الإسلامي، وأيضا دول مجلس التعاون الخليجي لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياتهم. نحن لا نتحدث الآن عن دولة مارقة تهدد الأمن الإقليمي، نحن نتحدث عن الأمن العالمي. إيران تطور صواريخ بعيدة المدى، إيران معنية بدعني أسمي تفجير الأزمات الإقليمية في المنطقة التي أدت إلى أكبر عملية لجوء ونزوح إنساني إلى دول أوروبا من خلال الأزمة السورية. وبالتالي أنا أعتقد كل هذه المتغيرات هي مهمة لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته للتعامل مع الخطر الإيراني. نعم، من عمان الدكتور نبيل العتوم المختص في الشأن الإيراني، شكرا جزيلا لك.